دكتور سامي؟ أي معك لونا من إدارة المؤتمر. أهلا وسهلا، تشرفنا. مرسي بمعرفتك، نورت أبو ظبي دكتور. شكرا. بعد معك شنط؟ لا ما في غير هاي بس. طيب أوكي تفضل، أنا رح أكون معك كل فترة إقامتك هون. كيف كانت الرحلة؟ عفوا؟ كيف كانت رحلتك؟ لا تمام منيح كثير. أيوة يا دكتورة هبة، هو لسه وصل المطار حالا. أنا زرعت المايك في اللابتوب بتاعه، شيكي كده وأكدي علي. طب عظيم يا مازن، برافو. ما طبعاً هتشوفني في المؤتمر، أمال إحنا هنا ليه؟ ماشي يا مازن، خليك أنت بس وراه، ما تخليهوش يحس بيك. ماشي، مع السلامة. وصل؟ إيه مالك، حصل حاجة في المطار؟ لا ما حصلش حاجة. أمال في إيه؟ يا جمال انا مش فاهمه مين مازن ده اللي انت بعته معايا، انا حاسه انه هيبوظ كل حاجه. ممكن ما تشغليش بالك بمازن ده، انا جايبه عشان يحميكي لو حصل اي حاجه، وكمان يبقى عينه على سامي لو تعرض لخطر من اي جهه تانية. ركزي انت بس في شغلك واعملي اللي مطلوب منك عشان تعمليه زي ما احنا عايزين. يا دكتور صدقني والله انا بقول لك الراجل ده نصاب، انا خايفه ان احنا نفضل ماشيين وراه كلنا نخسر، وانا اولكم اللي هتخسر. مجنون نصاب؟ الراجل ده من اهم علماء الفيزياء النظريه في العالم، يعني اللي هيقوله بكرة ممكن يهز العالم العلمي كله. أقول لك حاجة وتصدقني؟ أينشتاين بتاعك ده نصاب، وكل اللي بيدور عليه بروباغاندا. خلينا ما نسبقش الأحداث ونشوف الراجل ده فعلاً ناوي يكشف عن أبحاثه السرية للناس ولا لأ. ممكن تسمع مني؟ أنا بقول لك الراجل ده نصاب. نصاب؟ سامي عمران كان دايماً بيرفض الميديا والصحافة وكان بيخاف يواجه الناس. إن هو يوافق المرة دي يعني عنده حاجة يقولها وحاجة مهمة كمان. أينشتاين بيدور على بروباغاندا. أينشتاين؟ سامي عمران دلوقتي زي أينشتاين زمان بالظبط. جمال بطل مبالغة، أبوس إيدك. طيب ركزي أنت بس في المطلوب منك، وبعد كده نتكلم في أينشتاين وعمران. إيه؟ وبعد ما شفتي حالك تحكي المطلوب؟ هو تقريباً كان من عمرك، ملامحه هيك ستيلو تقريباً مثلك إذا بتصدقني. رحت لعنده واختفى، لقيت فيه كتير مطرح تفاح، أخذت تفاحة بدي أكلها، أنا عم باخدها بتطلع لي حية مخيفة بتخوف، نقصت منها فوعيت من النوم. شو تفسيرها دكتور؟ أهلين قصي. هلا 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 وغلا، نورت أبو ظبي يا صاحبي. عبد الله على السلامة. الله يسلمك.